أعوذ بالله من الشيطان. لا إله إلا الله. فبمقدار نقص الإنسان الداعية العالم في العبودية سيكون النقص عندهم في إيصالهم بهذه الغاية. أسئلة حائرة. لماذا لم أؤثر في دعوتي؟ لماذا لم أستجب لأبنائي؟ لماذا لم تطعني زوجتي؟ لماذا لم يطعني أولادي؟ لماذا تلاميذي لم يتأثروا بي؟ في خلل كبير. أين الخلل؟ السبب منا في تقصيرنا في عبادتنا. أنا منشغل بالدعوة يا شيخ، فعاملها متعدي، لذلك عبادتي وصلاتي قليلة. من قال أن الصلاة عمل قاسي؟ بل والله عمل متعدي. عندي دعوة ومحاضرات واستقبال ناس وندوات. هل أنتم أكثر انشغالا من المصطفى صلى الله عليه وسلم؟ هل أنتم تحملون مسؤولية أكثر من محمد صلى الله عليه وسلم الذي يربي جيل وينشئ أمة ويبلغ رسالة؟ طيب يا شيخ، إذا تعارضت العبادات مع الدعوة والعلم؟ بالعكس، هذه العبادات هي الأساس في الدعوة إلى الله والمقوية على طاعة الله وعلى الدعوة وعلى بث العلم. العبادة الزاد الحقيقي الذي يجد الإنسان بركته مع أولاده، مع زوجته، مع تلاميذه، مع مجتمعه. صدى التقوى بالرياض تقدم. وكانوا لنا عابدين. شيخ الإسلام الذي يقول لو تركت جلسة الضحى من صلاة الفجر إلى الضحى، يقول هذه غدوتي لو تركتها لخارت قواي. عابدون شيخ عبد العزيز بن باز، وسمعنا عن عبادة الشيخ العجيب، قالوا رأينا أنه ما فتت صلاة الفجر إلا مرة واحدة. عابدون شيخ محمد بن عثيمين رحمه الله، قل كم ينام الشيخ؟ قالوا حسبنا بالدقائق كم ينام الشيخ، من 3.5 ساعات إلى 4 ساعات فقط. والباقي دروس وطوار وقراءة القرآن وزيارة لتلاميذ وللمسؤولين، يعني 20 ساعة. عابدون قالت يا شيخ إني قد عصيت الله عز وجل معصية عظيمة. فقلت ما هي يا أمة الله؟ قالت إنني تركت الوتر البارحة. فما هي كفارتي في ذلك؟ عابد يقول إن زوجتي لم تترك قيام الليل أبدا حتى ليل زواجنا، فأذنت وقامت. أثر العبادة. تقول بعد فترة من لزوم الاستغفار أنا وأولادي، فما هي إلا أن مر طريق سيفتح على هذه الأرض، فثمنت الأراضي بالملايين، أصبحنا من أكثر الناس ثراء. أثر العبادة. أصبح ابني أخذ الأول في تحفيظ القرآن على منطقته، بل إن أبنائي كلهم أصبحوا من الصالحين. النفاق. قد يقول قائل مثلا ما علاقتنا بهذا الموضوع؟ يقول ابن أبي مليكة أدركت 30 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كلهم يخاف النفاق على نفسه. مشاريع الضرار. قد يبني إنسان مشروع، يقول مشروع إسلامي ويكلف، له أهداف بعيدة، تفريق المسلمين، قواعد 4. والذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين وإرصادا لمن حارب الله ورسوله له من قبل. هذه أصول شر والعياذ بالله، أي واحد منها يكفي لهدم هذا المشروع، فكيف إذا اجتمعت في مثل مسجد هذا الضرار؟ مؤتمرات الضرار ما نشارك فيها أنها فيها هذا الهدف، أما كفر أو تفريق أو إرصاد أو حرب لله ورسوله. المنافقون تجد عبادتهم ضعيفة، تجد أن قراءتهم للقرآن ضعيفة، فتجد صلاتهم ضعيفة، بينما صاحب العبادة والسكينة والخشوع والإنابة. وكانوا لنا عابدين، مجموعة حلقات في 3 أشرطة للدكتور ناصر بن سليمان العمر، المشرف العام على موقع المسلم www.almuslim.net. والآن مع الشريط الثاني. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. نواصل أيضا مع هذه الحلقات فيما يتعلق في إرادتنا للتغيير في نفوسنا وبيوتنا ومجتمعنا وأمتنا، وإكمالا للحديث الذي بدأته بالأمس عن ضرب الأمثلة من هؤلاء العلماء العباد وكيف كانت عبادتهم، لعلي أعرج اليوم باختصار شديد على بعض الإشارات فيما يتعلق بالمرأة. ولا شك أن النساء لهن دور عظيم جدا في الإصلاح، في إصلاح بيوتهن، في إصلاح أزواجهن وأولادهن، في إصلاح مجتمعهن. وقد مر في التاريخ نماذج رائعة من هؤلاء، وكلنا يتذكر مريم ابنة عمران التي خلدها القرآن وهي أم عيسى عليهما السلام، كيف كانت في عبادتها. نجد أن من أول ذكر لها في القرآن لما دخل عليها زكريا المحراب، الإشارة إلى أنها كانت في المحراب، وقد وهبتها أمها امرأة عمران لما حملت بها كما بين الله جل وعلا في سورة. فأصبحت العابدة الزاهدة مع الأثر الذي تركته، حيث أصبحت المرأة التي ينسب إليها ابنها وهو نبي من الأنبياء، لأنه ليس له أب وهو معجزة من معجزات الله جل وعلا،
إن مثل عيسى كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون، فأصبح عيسى يسمى عيسى ابن مريم عليه وعلى أمه السلام. حتى إن المعبرين معبر الرؤيا إذا جاء شخص وقال إنني رأيت في المنام مريم ابنة عمران، يعبرون أن هذا الشخص ستزداد عبادته وقد يصبح من العباد. وأذكر أن رجلاً هو من طلاب العلم، حديثنا كما ترون عن هذا الجانب معروف بطلبه العلم وفي دعوته وفي نشاطه، لكن لم يكن معروفاً بعبادته، بل عنده تقصير كما أشرت، وهو يتحدث عن نفسه، ليس هذا الحديث، هذا الكلام الذي أقوله هو يتحدث به عن نفسه، يقول كنت مقصر في جانب العبادة، يقول لا أعرف الاعتكاف، لا أعرف مثلاً صلاة الضحى، قليل الصيام. فرأى في المنام مريم بنت عمران، فقط رآها، يقول رأيتها متحجبة لا يرى منها شيء إلا سوادها، لكن يقول عرفت أن هذه المرأة هي مريم بنت عمران. فذهب لأحد المعبرين فقال له إنك ستتوجه إلى العبادة، مع أن هذا الرجل المعبر ما يعرف حياته السابقة، بالعكس ربما هذا المعبر كان يتوقع أن هذا الشيخ معروف بعبادة أو غير ذلك، لكن هو يقول عن نفسه هذا، يقول سبحان الله فعلا ما مرت أشهر إلا تغيرت حاله للعبادة. إذن مريم بنت عمران التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم لما قال كمل من الرجال كثير ولم يكمل من النساء إلا مريم بنت عمران وآسية امرأة فرعون، وفضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فهذا نوع من العابدات الزاهدات، نساء النبي صلى الله عليه وسلم أمهات المؤمنين، ويتفاضلن في هذا ويتسابقن في ميدان العبادة، وكان من أشهرهن في ذلك زينب رضي الله تعالى عنها كما وصفت عائشة، حتى أنه كما روت عائشة في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعتكف في العشر الأواخر حتى توفاه الله، فلما توفاه الله اعتكف أزواجه من بعده، يعني أصبحنا أزواج النبي صلى الله عليه وسلم كما كنا يعتكفون في وقت النبي صلى الله عليه وسلم، لكن استمررنا في الاعتكاف وأحياء هذه السنة. واعتكاف المرأة مشروع بضوابط الشرعية، ولذلك لما وقع خلل من بعض أمهات المؤمنين في سنة من السنوات ترك الاعتكاف صلى الله عليه وسلم وغضب، قال بر يرد، فخرج من الاعتكاف. نساء الصحابة لو نقرأ تاريخ النساء سنجد عجبا من هذه الأمثلة، ولذلك نجد تأثير كثير من البيوت، ونجد من الأسرار أن الأم كانت عابدة صالحة، فتجد أن أولادها جميعا من الصالحين، يتخرج منهم الدعاة والقضاة والأخيار، وهذا فضل الله جل وعلا يؤتيه من يشاء. ومن الأمثلة المعاصرة في هذا الجانب، يقول أحد المشايخ اتصلت بامرأة تبكي وقالت عندي مشكلة أو وقعت في ذنب، يقول فتوقعت أنها يعني وقعت في ذنب، هو يقول توقعت أنها وقعت في ذنب كبير، فسألتها فقالت يا شيخ إني قد عصيت الله عز وجل معصية عظيمة. يقول جلست أفكر ما هو هذا الذنب، يقول بل العكس يعني خشيت من أمر آخر مثل هذا السؤال، فقلت ما هي يا أمة الله؟ قالت إنني تركت الوتر البارحة، فما هي كفارتي في ذلك؟ الله المستعان. تصوروا يقول اتصالها ومقدمتها وتقديمها أنها تركت ذنب، ارتكبت معصية تركت الوتر، وتقول هل هناك إلي كفارة؟ ماذا أفعل لعل الله؟ سبحان الله، هذا نموذج من الخيرات وهم كثير، والحمد لله. يحدثني أحد المشايخ يقول إن زوجتي لم تترك قيام الليل أبدا حتى ليلة زواجنا، استأذنت وقامت تصلي. هو يحدثني بنفسه وموجودة الآن، وهو موجود حفظهم الله، وحياته مستقرة في بيتهما. يقول امرأة عابدة صالحة، قلت حتى ليلة الزواج؟ قال حتى ليلة الزواج. يقول والله مستحيت من نفسي، يقول ما أفكرت أني بقوم أنا أصلي الليل كما قامت فيها. فحقيقة هذا نوع ما نتصوره في تلك الفترة، يعني هي فتاة، يتصور البعض أن العبادة لكبيرات السن ولا للأمهات أو التي انتهينا ليلة زواجها، ومع ذلك لا تترك قيام الليل. وأذكر يوم من الأيام اتصل بالهاتف أخت الأخوات وقالت لي يا شيخ أنا عندي قضية أريد أستفسر منها. تقول تعلم أنا لا أترك قيام الليل، لكن كتب الله على المرأة ما كتب عليها من العادة والحيض، فإنني في تلك الليالي التي يكون عندي العادة أقوم بنفس الوقت، تقول لا يجوز لي أن أصلي، فماذا أفعل؟ أقرأ القرآن وأستغفر وأدعو، أجلس تقول في مصلي، فهل أنا مخطئة في هذا؟ قلت لا ما شاء الله، الله يكثر أمثالك. قالت كله أخشى أن أتعود على النوم فإذا طهرت نمت، فتقول هذه حياتي،
هل علي في ذلك شيء؟ كل هذا خوفا من أن تترك قيام الليل، وهي حتى هذا في عبادة، لأن المرأة يلحظ على بعض الأخوات أن إذا جاءتها العادة أو النفاس لا تقرأ القرآن أو لا تدعو، هذا غير صحيح. حتى قراءة القرآن، القول الصحيح أن تقرأ القرآن لكن لا تمس المصحف، إن كانت حافظة فمن حفظها، إن لم يكن تكون حافظة فتلبس قفازات أو ما يمنع وتقرأ القرآن. فهذا نموذج من هؤلاء، أقول الأخوات والنساء اللاتي عندهن هذا الأمر. امرأة توفي زوجها عمرها 30 وعندها 5 أبناء، فتقول بدأت أوفر من ميراث زوجي وأصرف على أولادي مصروف قليل، ولكن ضاقت علينا الدنيا. تقول مع توفيري ومع تدبيري، تقول نحن لا نريد أن نسأل أحد ولا نريد أن يمد أيدينا لأحد حتى لأقرب الناس إليه، وكل من سألنا نقول نحن في حالة طيبة والحمد لله، ترك لنا خير كثير. نعم ترك والدنا لنا خير كثير، لكن تقول بالحقيقة انتهى أو شبه انتهى الذي عندنا. تقول سبحان الله، يوم من الأيام فتحت الإذاعة، إذاعة القرآن الكريم، فإذا أحد المشايخ يتكلم ويذكر حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإن كان هذا الحديث فيما أذكر أن في سنده ما قال، ولكن معناه صحيح، معناه صحيح، لكن أحيانا في نص الحديث أو رواية الحديث، وبعضهم فيما أيضا بعضهم حسنه. تقول سمعته يقول قال النبي صلى الله عليه وسلم: من لزم الاستغفار جعل الله له من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا ورزقه من حيث لا يحتسب. تقول فبدأت أستغفر الله جل وعلا ولزمت الاستغفار أنا وأبنائي. تقول كانت عندنا أراضي ما تستحق قيمة، تركها زوجي، كنت أرى عدم بيعها لأنها لن تأتي بقيمة تذكر. تقول بعد فترة من لزوم الاستغفار أنا وأولادي، فما هي إلا أن مر طريق سيفتح على هذه الأرض، فثمنت الأراضي بالملايين، فأصبحنا من أكثر الناس ثراء. ثم تقول بعد ذلك أصبح ابني أخذ الأول في تحفيظ القرآن على منطقته وأصبحت له مكانة، بل إن أبنائي كلهم أصبحوا من الصالحين، ثراء وبنين حفظة وصالحين. تقول مفتاح الاستغفار، هذا نوع العبادة الذي قلت للأخوات جانب العبادة. ولا شك أن الاستغفار من أعظم العبادة ومن أعظم الدعاء، لأنه مع ذل الحاجة وذل المسألة، الاستغفار عظيم أمره، بل مفتاح باب كل خير ومغلاق باب كل شر. وطالما تحدثت عن موضوع الاستغفار، فعلى ذلك هذا الأخت لما فعلت هذا، وهذا الذي أنا أتحدث عنه في حديثنا، أن العبادات هي مفتاح الفرج، مفتاح القوة. أيضا نجد أن رجلا أصيبت زوجته بالسرطان وله 3 من الأبناء، بحث عن علاجات ما وجد علاج، فدل على العبادة وعلى الاستغفار، فيقول لزمت العبادة والاستغفار. حتى يقول سبحان الله، مع أن الأطباء قالوا الحالة يائسة، ما مرت تقول فترة، وإن كانت يعني بأظن بالأشهر أو أكثر من ذلك، إلا شفيت زوجتي تماما وأبدلها الله بجلد حسن وبشعر حسن، لأنهم وجدوا العبادة هي المفتاح لهذا. ويقول أيضا كذلك أصبح تأثيره على أبنائنا تأثيرا ظاهرا. كذلك امرأة في روسيا أيام الحكم الشيوعي كانت تعلم الناس وتنتقل من البيوت من بيت إلى بيت دون أن يعلموا عنها، لأن حركة المرأة أيسر من حركة الرجل أيام الشيوعية في روسيا، وتعلم الناس التوحيد وتعلمهم كتاب الله جل وعلا وتعلمهم العبادة والصلاة في روسيا الشيوعية. تقول يساعدها بعض أزواج بناته، أولادها صغار، تقول بناتها كبار وأولادها صغار، كبر الأولاد ثم أصبح أولادها جميعا وخاصة بعد سقوط الشيوعية من طلاب العلم، وكذلك أزواج بناتها، وأحدهم أصبح مفتي المدينة التي هو فيها. هذا الذي لازم أقول الجانب العبادي، التوجه إلى الله هو الذي يخرج الثمرة، ويكون له ثمرة طيبة في الدعوة وفي العلم وفي التربية. وبهذا أيها الأخوة أقول مثل هذه الأمثلة ما أحوجنا إليها، لأنني وعدت أن لا أسترسل كثيرا في أمثلتي، فأقول هذا هو الموضوع الذي نتحدث عنه منذ عدة أيام، وكانوا لنا عابدين. لاحظ لما ذكر الله الأنبياء قال وكانوا لنا عابدين، هذا سر من أسرار قوتهم. ولذلك أختم هذه الحلقة فيما بدأته أيضا قبل، ما هو السر في تساهل كثير من طلاب العلم والمربين والدعاة وبعض الآباء والأزواج في الجانب العبادي، مع أنك تجد لهم نشاطا ربما ظاهرا في الدعوة والعمل والإغاثة؟ من أسرار ذلك ما أشرت إليه، قلت الخطأ في فهم العبادة المتعدية والقاصرة، وتصوروا أن العبادات والصلاة والزكاة والصيام والاستغفار وقيام الليل هذه عبادة قاصرة،
بينما مساعدة الناس أو دعوة الناس عمل متعدي، وهذا فهم خاطئ، فكله متعدي كما بينت سابقا. أيضا من الأسباب قلت دعوة التزاحم والتعارض، وهذا تحدثت عنه بالأمس. لما تسأل قل بعض طلاب العلم أو بعض الدعاة لماذا لا تعتكف، قال والله تزاحمت عندي الأعمال وأنا أرى أن هذا أفضل. وهذا الحقيقة فيه نظر، قلت وبينت بالأمس وبينت النبي صلى الله عليه وسلم لا يمكن أن يؤتي أحد أكثر تزاحم من الأعمال من النبي صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك ما ترك الاعتكاف إلا الحالات التي أشرت إليها. فدعوة التعارض هي مشكلة نفسية أو شخصية، نعم قد تقع حالات استثناء، لكن بحسن الترتيب والالتجاء إلى الله جلاله يعان الإنسان ويساعد في هذا الأمر. ويبقى حدوث حالات لبعض الأفراد استثناء، لكن أنا أتكلم عن حالة عامة وظاهرة لا عن حالة فلان وفلان. أيضا من الأسباب الحقيقة البعد عن دلالة القرآن وتركيز على هذا الجانب العظيم الذي بدأناه في أول حلقاتنا. يعني سمعت بعض طلاب العلم يقول ما كنت أتوقع، يقول هو يحفظ كتاب الله، لاحظ هو يحفظ كتاب الله، يحفظ كتاب الله منذ سنوات، يقول لم أكن أتوقع عناية القرآن بهذا الجانب، التركيز على الجانب العبادي للأنبياء والرسل والمصلحين، حتى التفت إليه يقول فوجدته مضطرد متكرر. فتجد الإنسان وهو يحفظ كتاب الله لكنه، والشيخ قبل قليل من آخر ما قرأ كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولي الألباب. العبرة ليست بتكرار القرآن، لكن لاحظ أنزلناه إليك ليتدبروا آياته، فلأن هذا الأخ يقول أنا حافظ لكتاب الله ويحسب أيضا أنه يتدبر، لكن ما انتبه لهذا الطراد العجيب من أول القرآن إلى آخر وكانوا لنا عابدين. البعد عن دلالات القرآن وتدبر القرآن تصبح معاني بدهية نغفل عنها. أيضا البعد والغفلة أو الجهل في سير الأنبياء والمرسلين التي أشرنا إليها مرارا. كل الأنبياء بدون استثناء، كل الأنبياء والمرسلين عليهم وعلى نبينا صلى الله عليه وسلم الجانب العبادي ظاهر في حياتهم، وكانوا لنا عابدين كما قال الله جل وعلا أولئك الذين هدى الله فبهداه اقتدى. قد تجد هناك من يركز بالنسبة للأنبياء على الصبر على التحرك والدعوة وغيرها، لكن ما يجدير قضية العبادة وتأثير العبادة. وقلت لكم بالأمس أن داود عليه السلام الذي سمعنا قبل قليل شيء من قصته، كيف أنه كان قال النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاة أفضل من صلاة داود ولا لك صيام أفضل من صيام داود، ونقصد الجانب التطوعي. وسير هؤلاء الأنبياء عجيبة جدا، وكذلك ابنه كما سمعنا قبل قليل سليمان عليه السلام، مع أنه جمع لهما بين الملك والنبوة وشددنا ملكه وآتيناه الحكمة وفصل الخطاب، هذه آية تنص على أن داود كان ملكا وكان نبيا عليه السلام. أيضا من الأسباب طبعا أقول إذن البعد عن قراءة سير الأنبياء المرسلين والمصلحين على مدار التاريخ. واحد أمس أرسل لي رسالة بعد درس الأمس يقول يعني لا تعرض ذكرنا عن ذكرهم، يعني أنت ذكرت أمثلة نجوم عالية، يعني وين أين حالنا من حالهم؟ ذكر هذه الأمثلة هو الذي يقربنا منهم، يقربنا منهم بإذن الله إذا صدقت العزائم. نحن ما نتحدث فقط عن الأنبياء المرسلين، نتحدث عن المصلحين، عن أناس معاصرين كما تحدثت بالأمس، بعضهم أحياء، لكن نحرص أن نتحدث عن مات، لأن الحي لا تؤمن عليه الفتنة واقتدوا بسنة من مات فإن الحي لا تؤمن عليه الفتنة. من الأسباب في هذا التقصير الخطأ في ميزان التقويم مع كل أسف عند الناس، أن مثلا المفكر هذا هو المثل اللي يضرب به المثل، فلان مفكر فلان كذا، بينما الصحيح في الوقت نفسه مع كل أسف عندنا نظرة قاصرة لأصحاب العبادات من الدعاة وغيرهم، وكأن الميزان للشخص الذي يقدم في المجالس وغيرها هو نقول الداعية فلان أو المفكر فلان، هذا كله صحيح من وجه، لكن أيضا صاحب العبادة هذا هو الميزان، إذا هو ميزان التقوى، ميزان الناس بالتقوى، وكم من إنسان يكون عمله وبال عليه. أيضا من الأسباب وكل كلامي باختصار أيها الأخوة، فاقد الشيء لا يعطيه. اسأل أي إنسان من هؤلاء المصلحين والدعاة وطلاب العلم والمحفظ والمسؤولين في الحلقات أنت ماذا تريد؟ يريد رب الناس على طاعة الله، جيد، على عبادة الله، جيد، وهذا مطلوب. طيب هل يستطيع الإنسان أن يوصل أحدا لشيء هو يفقده؟ يعني مثلا هل يتوقع من طبيب فقط انت من كلية الطب ولم يواصل الدراسات العليا، لاحظ، هل يتوقع منه أن يخرج الأطباء الكبار أن يعلمهم أدق العلوم في الطب؟ ما يتوقع، لأنه هو علمه قاصر
هل تتوقع من مهندس ما عنده إلا مبادئ الهندسة يصبح أستاذ في أعرق الجامعات في الهندسة؟ لا يمكن. ونحن نتكلم عن القاعدة العامة لا عن الشواذ. كذلك فاقد الشيء لا يعطيه. كيف تريد أن تعبد الناس لله حقيقة وأنت قاصر في هذا الجانب، وأنت مقصر في هذا الجانب تقصيرا ظاهرا، وكلنا مقصرون. ففاقد الشيء أيضا لا يعطيه. نجد أيضا أيها الأخوة من الأسباب عدم إدراك أن هذه العبادات التي تحدثنا عنها بجميع أنواعها ومن أعظمها العبادات القلبية، وهذه تحتاج دروس متخصصة. العبادات القلبية من أعظمها مع العبادات البدنية والمالية، عدم تصور أنها هي التي فعلا تعين الإنسان على حمل المشق. ولذلك يقول الله جل وعلا: ففروا إلى الله. يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة، واستعينوا بالصبر والصلاة. والنبي صلى الله عليه وسلم كان إذا حزبه أمر فزع إلى الصلاة، وكان يقول: يا بلال أرحنا بالصلاة. إذن تصور البعض أن هذه العبادات كأنه يقول اشتخلها في موضوع العبادة والعمل. سبحان الله، بالعكس، هذه العبادات بجميعها بمعناها الشامل المتكامل هي المعينة على العمل والدعوة. ولذلك ذكرت لكم قصة شيخ الإسلام الذي يقول: لو تركت جلسة الضحى من صلاة الفجر إلى الضحى، يقول: هذه غدوتي، لو تركتها لخارت قواي. ربما البعض يقول: لماذا شيخ الإسلام؟ يا ليت بعد الفجر إلى طلوع الشمس يؤلف لنا. هذا عمل قاصر، جلوسه في المسجد. نعم، هذا قول قاصر في الحقيقة. بل نعم، هذا هو العمل المتعدي. هذه الجلسة التي بعد الفجر إلى طلوع الشمس وارتفاعها هي التي أعانت على الجهاد، الجهاد الحقيقي للسيف والسنان والقلم والصبر حتى مات في السجن رحمه الله. إذن هذه أيها الأخوة معاني تساعدنا على فهمها دلالات هذا الأمر. أقف عند هذا الحد وأواصل إن شاء الله غدا بهذا الموضوع المهم. نواصل أيضا مع هذه الحلقات التي بعنوان وكانوا لنا عابدين، وهي تتعلق بموضوع تأثير العبادة في التغيير على مستوى الفرد والأسرة والمجتمع والأمة، انطلاقا من قوله تعالى: إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم. الوقفة الأولى عندما نتحدث عن العبادة وكانوا لنا عابدين، والتي مرت معنا في هذه الحلقات، العبادة نقصد بمعناها الشامل الواسع، العبادة القلبية والعبادة البدنية والعبادة المالية. فهناك عبادات قلبية فقط كالخوف والخشية والرجاء، وهناك عبادات بدنية، وهناك عبادات مالية، وهناك عبادات تجتمع فيها جميع العبادات. ولذلك مما ذكر العلماء أنه مثلا الحج تجتمع فيها العبادة القلبية، لأن الإنسان وهو يطوف أو يرمي في الجمرات أو غير ذلك لا بد من استحضار الجانب القلبي، كما قال عمر رضي الله عنه: والله إني أعلم أنك، وهو يقبل الحجر، والله إني أعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك. فهي إذن عبادة قلبية في هذا الجانب، مع أنه قبله، لكن لازم استحضار الجانب القلبي. وقالوا الحج تجتمع في جميع أنواع العبادات: العبادة المالية هي الزاد والراحل، العبادة البدنية من أشق الأعمال، تجدون الحج ما عدا الجهاد الأكبر. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة لما قالت: أعلى النساء الجهاد؟ قال: نعم، جهاد لا قتال فيه، الحج والعمرة. إذن هذا المعنى الشامل للعبادة، ولكنني ركزت بمعنى العبادة الجانب الخاص الذي قلت غفل عنه كثير من الناس، هو مجال التركيز في الدروس أو الحلقات التي مضت. نجد علاقة العالم بالعبادة، هذه وقفة أخرى، في هذه الآية مرت معنا بالأمس: أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه. بماذا ختمها؟ قل: هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ إنما يتذكر أولو الألباب، أولو العقول. فربط هذه العبادة مباشرة بالعلماء، وهذا هو الأصل في العلماء. وكما أخذنا نماذج كثيرة جدا على رأسهم الأنبياء والمرسلين عليهم وعلى نبينا الصلاة والسلام، ومن بعدهم من الأئمة والمصلحين. أمن هو قانت آناء الليل، لاحظ، أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه. فتجد أنه ساجد قائم راكع، فربطها في النهاية بالعلماء. الناحية الأخرى أيضا أيها الأحبة، وقفة ثالثة: الغاية الكبرى من الخلق هي تعبيد الناس لله جل وعلا، هذه الغاية الكبرى. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فبمقدار نقص الإنسان الداعية العالم في العبودية سيكون النقص عندهم في إيصالهم بهذه الغاية. أعيد مرة أخرى:
لو أننا أضرب مثال، هناك سلم نقول فيه 1000 درجة ومطلوب الوصول إلى النهاية، شخص لا يستطيع أن يمشي إلا 500 درجة، هل يستطيع أن يوصل الناس إلى الغاية الكبرى إلى 1000 درجة؟ لا يستطيع. الغاية الكبرى من الخلق هو العبادة، هو تعبيد الناس لله جل وعلا. فالذي عنده قصور في عبوديته لله جل وعلا، عبودية قلبية وبدنية ومالية، لا يمكن أن يوصل الناس إلى الغاية الكبرى. سيكون النقص عنده في إيصالهم لهذه الغاية الكبرى بمقدار ما عنده هو من النقص في عبوديته لله جل وعلا. هذه الحقيقة القاعدة تساعدنا على فهم المراد من هذه الحلقات. ولذلك قال: وكانوا لنا عابدين وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا وأوحينا إليهم فعل الخيرات وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وكانوا لنا عابدين. لاحظوا كيف. فهذا جانب الذي قلنا عنه بالأمس بعبارة أخرى، فاقد الشيء لا يعطيه. سألني بعض الأخوة أمس سؤال بعد انتهاء الدرس وقال: طيب لو أن الإنسان لا يعمل ببعض الطاعات، ألا يمكن أن يأمر الناس وينهى؟ قلت له: ممكن، هذا عمل وهذا عمل، لكن ستلحظ قلة التأثير في عبادته. خذوا مثال عملي، إنسان ينصح الناس عن شرب الدخان ويبين لهم مخاطر الدخان وهو لا يشرب الدخان، يقبل من الناس. لكن لو أن إنسان يشرب الدخان وينصح الناس، هل يقبل منه كما يقبل من الأول؟ ما يمكن. إنسان تفوت صلاة الجماعة، تفوت صلاة الجماعة ومع ذلك ينصح الناس بصلاة الجماعة، ماذا سيقول لأغلب الناس؟ إما أن يقولونها لفظا أو قلبا: لماذا أنت لا تصلي؟ ولذلك قال الله جل وعلا: أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون؟ كان في انفصام شخصية، أنت الآن تدعو الناس لهذا الأمر ولا تفعله. يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون؟ كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. وفي حديث أسامة أن الرجل يلقى في النار فيدور فيها كما يدور الحمار في الرحى حول الرحى وتندلق أقطاب بطنه، فيسأل أهل النار: يا فلان ألم تكن تأمرنا بالمعروف وتنهانا عن المنكر؟ قال: بلى، كنت أمركم بالمعروف ولا آتيه، وأنهاكم عن المنكر وآتيه. فلذلك لما قلت له قد ينفع بعض الناس لكن يكون تأثيره ليس كتأثير العالم العابد. ولذلك لما ذكر الله جل وعلا الأنبياء في سورة الأنعام قال: أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتدى. وكما أيضا قرأ الإمام في سورة الأحزاب: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه، لقد كان لكم فيهم أسوة حسنة. لا بد يكون عام الإنسان. يا أيها الرجل المعلم غيره، هلا لنفسك كان هذا التعليم؟ نعم، هذا ما يليق عند الناس. فهذا إجابتي على الأخ. ولذلك فإنني أؤكد أنه بمقدار نقص ما عند الإنسان من عبودية سيكون النقص في إيصال الناس إلى هذه الغاية الكبرى. التركيز على جانب العباد القلبي، وقلت لكم بالأمس يحتاج هذا الحقيقة محاضرة مستقلة أو درس مستقل، ولكن أسأل الله ييسر هذا. لا زال كما قلت عندنا تقصير في العبادات البدنية، عندنا تقصير أشد في العبادات القلبية. نعم، ولذلك كل منا يلحظ نفسه في صلاة الإمام، مقدار ما تدبر من القرآن، مقدار ما خشع، هذا كله نقص العبادة القلبية. وإلا حقيقة الذي قرأ الإمام اليوم وقرأ بالأمس، والله تفلق الحجر يا أخوي، الصخر لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، يعني قلوبنا أقصى من هذه الجبال. هذا كلام الحق جل وعلا: ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة وإن من الحجارة لما تفجر من النهار. وبدأ يذكر سبحانه وتعالى كيف الحجارة يخرج من النهار يهبط من خشية الله، بينما قلوبنا نسمع هذه الآيات ولا نتذكر. فنجد أن النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل مكة ماذا فعل؟ جمع بين العبادة القلبية والبدنية. دخل من أعظم ما مر في حياته بعد بدر النبي صلى الله عليه وسلم دخول فتح مكة، وخاصة وقد تصور أخرجته قريش قبل سنوات معدودة، ثم هو يدخل الآن فاتح، انتصار عظيم جدا، انتصار مجلجل. ومع كيف انتصر؟ هل انتصر وحاشاهم دخل صلى الله عليه وسلم وحاشاهم من ذلك قد رافع رأسه أو شيء من الإعجاب؟ لا، طأطأ رأسه صلى الله عليه وسلم حتى إن رأسه يضرب الفرق من قوة طأطأة الخضوع لله جل وعلا. في اللحظة اللي يدخل فيها مكة لا إعجاب لا فخر لا كبر وحاشاه من ذلك، بل قوة التواضع. هذا العمل القلبي اللي تجد البعض ربما يتصور أنه بسياسته أو بحكمته أو أنه فعل ذلك، وهو من عند الله جل وعلا. ولذلك جمع النبي صلى الله عليه وسلم في دخول مكة من أعظم يوم من أيام حياته، وهو
خضوع عبادة لله عبادة قلبية ثم مباشرة نذهب إلى الصلاة، وكما ورأت في بيت أمهان يصلي 8 ركعات صلى الله عليه وسلم، ومجيئه للبيت والطواف وغير ذلك. هكذا يكون العمل، بينما قد تشغلنا هذه الأعمال عندما لم يحقق معنا انتصار بسيط يسير قد يشغله عن العمل القلبي أو العمل البدني، بل قد ينسب هذا لنفسه والعياذ بالله، وهذا ليس له بل هو من الله جل وعلا. إذن المنهج الصحيح أيها الأخوة هو الجمع بين التقوى والعبادة والعلم والعمل، مع إعطاء كل ذي حق حقه، توازن كل بما يناسبه. فإن لربك عليك حقا، ولبدنك عليك حقا، ولزورك عليك حقا، ولزوجك عليك حقا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي الدرداء مع سلمان رضي الله تعالى عنهما. فإعطاء كل ذي حق حقه، فالتوازن بين هذا الجانب التقوى والعبادة والعلم والعمل، وإن كانت في النهاية كلها تعد عبادات. أيضا أنبه، وأن كان مرة لكن أذكر به لأنه فيه آية، الحذر من الإعجاب بالعمل وبخاصة مثل العبادات المباشرة. ويتصور الإنسان أو قد يتصور ويصور له الشيطان أنه له فضل على غيره، ولذلك يقول الله جل وعلا الذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون. يعني نصلي الآن ونقوم هذا الليل ونحن خائفون أن ترد أعمالنا، لا إعجاب ولا انتقاص للآخرين ولا تصور أن الإنسان عنده كمال وغيره. ما تدري ماذا عند الناس، وما تدري ما هي ظروف الناس، ما تدري ما هي أحوالهم. قد يكون عندهم من الأعمال القلبية ما دام قد قاموا بالواجبات وحدث تقصير في النوافل، قد يكون عندهم من الأعمال القلبية ما يفوق هذا الأمر. حتى قال أحد السلف عن أبي بكر رضي الله عنه الذي لو وزن إيمان بإيمان الأمة جميعا لوزنه. قال أبو بكر ما سبقكم بكثرة صلاته، ويصلي ويصوم ويتنفل ولا صيام، ولكن بشيء وقر في قلبه. ماذا يسمى أبو بكر؟ ما هي صفة أبو بكر رضي الله عنه؟ الصديق. الصدق أين يكون؟ في القلب. تميز أبو بكر بصدقه المنقطع النظير الذي لا يجاريه في أحد، وبإيمانه المطلق بالله جل وعلا برسوله صلى الله عليه وسلم. فلهذا يراعى هذا الجانب في هذا المسألة. ثم أيها الأخوة بعد ذلك يأتي إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين. ما قال للعاملين أو للذاهبين والمسافرين، للمتقين. العاقبة للمتقين أي هم الذين يرثون الأرض ومن عليها، يرثون الأرض في الدنيا، وإلا بعد ذلك فهي لله جل وعلا. ولذلك قال الله جل وعلا في سورة البقرة قال الذين يظنون أنهم ملاق الله كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة، مع أن هؤلاء الذين معهم وخافوا مجاهدون جاءوا معهم، لكن لأن هؤلاء عندهم قوة يقين قوة إيمان أي عمل قلبي، وهذه عبادة مهمة جدا، هم الذين صبروا وهم الذين انتصروا في النهاية. وبهذا أيضا في جانب مهم سيأخذ دقيقة أو دقيقتين، بعض الأباء أو بعض الناس يأتي يشتكي يقول أنا أبر بأبي لكنه قد لا يستجيب لي، أبر بأمي لا تستجيب لي، أعمل معها كل ما أستطيع ومع ذلك أجد أنها تفضل أخي علي. وقد حدثني قبل أيام أحد الأخوة بهذه النقطة، يقول ذهب بأمي وأعتمر بها، ويقول وأنا أعتمر بها دفة بالعربية تقول ولو أنت ما أنت مثل فلان، يقول والله يا شيخ أني تأثرت راح فيها وبالعربية وتقول أنت ما أنت مثل فلان، يا أمي تقول لي بهالكلام بدل ما تقول جزاك الله خير، قالت لا فرق بينك وبين فلان. فحقيقة هذه معنى. ولذلك ماذا قال الله جل وعلا في سورة الإسراء؟ قال في هذا الجانب ربكم أعلم بما في نفوسكم إن تكونوا صالحين فإنه كان للأوابين غفورا. شوف لاحظ ربكم أعلم بما في نفوسكم. ولذلك يقولون إن رجلا يطوف فوجد امرأة تحمل والدها على كتفها، أبوها كبير في السن ومع كبر السن كانت بنيته ضعيفة فتطوف به، فيقول لها ويتتنقل به بين المشاعر تحمله امرأة، قال لقد أدركت بره، قالت لا ما أدركت بره، كان يحملني ويتمنى حياتي وأنا أحمله وأنتظر وفاته. يعني تلقى الناس تقول ما عليك تحملي كل أيام وينتقل. ولذلك ذكر لي أحد الأخوان قبل أيام بعد ما خرجت من الدرس قصة عجيبة لا أول مرة أسمع فيها، يقول فيه قضية في المحكمة بين رجل وأخته. ليش؟ رجل وأخته شقيقته. ليش؟ كل واحد منهم يقول إلا أنا أريد الذي تكون أمي عندي، أمهم مقعدة. البنت تقول لا أمي عندي، والابن يقول إلا أنا أمي عندي. فما وصلوا إلى حل ذهبوا للقاضي وكل أدلى بحجته. البنت تقول يا شيخ أمي تحتاج إلى من يحملها وإلى دورة المياه، ما يمكن أخلي بنت الناس تقوم فيها لأنه لا يجوز لأخي أن يفعل ذلك، فستكون زوجته أو خادمة وأنا ابنتها. نعم. والابن يقول لا يا شيخ أنا ما أريد أمي تكون عند ولد الناس زوج أختي، نعم أريدها عندي أنا.
فالقاضي في النهاية حكم للبنت، وربما أنه سمع ربما رأي الأم والله أعلم، فالأخير قال لا الأم تكون عند البنت. انظروا وصلت إلى القاضي، كل يصر إلا أن تكون الأم. يقول لما صدر الحكم أن الأم تكون عند البنت غاضب الله قال اتق الله يا شيخ سأخاصمك أمام الله جل وعلا، تحرمني من أمي. تصور ربكم أعلم بما في نفوسكم. هذا هو البر الحقيقي. وقلت مرارا البر معنوي يا أخوان، البر المعنوي أعظم من البر الحسي، أنك تحملها وإلا في عربية أو تنفق عليها، لكن البر المعنوي. ولهذا هذا عزاء للذين يعلم الله صدقهم في حرصهم على بر آبائهم وأمهاتهم. إذا علم الله ذلك ولو حدث من بعض الآباء جفاءهم بعض الأمهات، العزاء لكم ربكم أعلم بما في نفوسكم إن تكونوا صالحين فإنه كان للأوابين غفورا. ولها معنى آخر، أن كثير من مظاهر البر لا تدل على البر، لأن القلب الله أعلم بما فيه. قد يكون بار حتى خائف من أمه ولا من أبوه، ليس قربه لله جل وعلا، أو خائف من كلام الناس، بينما يجب أن يكون البر عبادة. هذا الذي جئت من أجل عبادة قلبية، لا ينافسك أحد على هذه العبادة. هذه مسألة حقيقة. أذكر يوم من الأيام دخل علي أحد طلاب العلم وقال يا شيخ أنا عندي قضية. قال والدي يبعد عن الرياض 70 كيلو أو 100 كيلو، توفيت والدتي ورفض، بقي بالقرية واحدة ما عنده أحد، وأنا بين زوجتي وأولادي هنا وأخواني وأخواتي كلهم هنا، نذهب إليه آخر الخميس، لكن ربعة الأيام الأولى 5 أيام ما عنده أحد، فما أدري إيش رأيك. قلت له أتستشيرني في هذه المسألة؟ هل هذه المسألة يستشار فيها؟ اتق الله لو وجدت والدكم الآن متوفي في فراشه في بيته ما عنده أحد، والله جاء الله. قلت الآن أنا أقول أخرج لا تذهب إلى بيتك، أذهب إلى بيت والدك وانقل. فعلا قام الرجل ونقل عمله إلى هنا وهو الآن باقي. إذا قضية البر هي عبادة قلبية قبل أن تكون عبادة بدنية، هذا الذي أردت أن أصل إليه. ربكم أعلم بما في نفوسكم إن تكونوا صالحين فإنه كان للأوابين غفورا. يجب أن نتنافس مثل هذا الأمر. تعلمت قبل أيام تقول لإحدى الأخوات زوجي يقتر علي ويصرف على والدته. نعم هذا ما ينبغي الحقيقة، دعي يفعل مع والدتي ما شاء. المفروض أنت أن تقول قتل علينا وأنفق على والدتك، ما تأتين وتقول يصرف على والدته وينفق على والدته مع أن له أخوان ينفقون على والدته ونحن ما أحد عندنا ينفق علينا. وقد يكون قصر في عدم النفق على أولاده، لكن لا تدخلين في شؤون والدته، لا يعطيها البيت كله، لا يعطيها ماله. وقصة الثلاثة معروف الذين أغلق عليهم الجبل، فكل منهم قال أدعو الله بأرجى عمل، فواحد منهم دعا بأرجى عمل ففتح لهم بس ما استطعوا يخرجون. جاء الثاني وذكر أرجى عمل عمله ففتح لهم قليلا، ثم جاء الثالث لا أقصد الترتيب طبعا، وقال يا ربي تعلم أني كنت أحلب وآتي وأعطي أبي وأمي ثم أعطي أولادي. فيوم من الأيام يقول تأخر، فلما جئت وجدت والدي قد ناما، لاحظوا قد ناما والحليب معه، ووجدت أولادي يتضورون جوعا، فما أردت أن أعطي أولادي قبل أبي وأمي، وما أردت أن أقدم يعني ما أردت أن أقدم أولادي قبل أبي وأمي، وما أردت أن أوقظ أبوي. فوقف إلى الفجر وهو واقف على رأس أبويه لا يريد أن يزعجهما، وأولاده يبكون يتضورون جوعا، ومع ذلك لما قام والده أسقاهما ثم أسقى أولاده. ما قال له الله جل وعلا هذا خطأ عملك، بل إنه فتحت الحجر بالكامل، دليل على أنه من أرجى الأعمال وأفضل الأعمال، ما ينافس أو يقارن بين الأولاد والأبوين. هذا خلل كبير وهي مجرد تقديم فقط. ثم تأتي بعض الأخوات تقول لا إنه يعطي والدتي ولا يعطيها، لو أخذ ثيابكم وأعطى والدته ليس بكثير، أما إن كان قصر عليكما وهو يقدر فهذا خطأ آخر، مسألة أخرى تحدثت عنها. إذا ربكم أعلم بما في نفوسكم إن تكونوا صالحين فإنه كان للأوابين غفورا. فأقول أيها الأخوة، هذا الجوانب العبادات القلبية والعبادات البدنية والعبادات المالية هي التي تضيء للإنسان حياته، هي التي تنور له طريقه، هي التي تكون معه في قبره، هي التي تهديه بإذن الله، يهديهم ربهم بإيمانهم تجري من تحتهم الأنهار. نسأل الله يجعلنا لكم من هؤلاء. نعم يهديهم ربهم بإيمان، لأن الإيمان يأتي بالإيمان، والخير يأتي بالخير والشر يأتي بالشر. أقف معذرة وأكمل غدا لأن الوقت قد انتهى، فنواصل مع هذه الحلقات التي بدأناها من أول هذه العشر، والذي قلت إن عنوانها وكانوا لنا عابدين. مما يتعلق بالعبادة أيها الأحبة العناية بالقلب وبعمل القلب، ولذلك نجد التركيز في القرآن على هذا المعنى لدلالته وتأثيره في الإنسان،
وفي المسلم يقول الله جل وعلا: قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك. ما قال على عينك ولا على سمعك، على قلبك. فالقرآن يخاطب القلب، هذا المعنى مباشرة. وكما ذكر الله جل وعلا ذلك في سورة الشعراء أيضا: نزله على قلبك. أردت أن أقول أن نلتفت إلى هذا المعنى، لأنه هو الأساس في الخشوع والعبادات والإنابة التي كانت سيرة وسلف الصحابة رضوان الله عليهم، وقبل ذلك سيرة الأنبياء والمرسلين عليهم وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام. ولذلك عني العلماء بهذا الجانب، فتجد أن إجاباتهم إنما يسألون عن بعض المسائل الفقهية تفاجأ بالجواب، لا يأخذون بظواهر الأدلة دون نظر إلى دلالاتها وأصولها. مثلا جاء رجل الحسن البصري رحمه الله وقال له: يا إمام، هل أصلي النافلة يعني في البيت أو في المسجد، أيهما أفضل؟ ماذا قال له؟ أجابه بهذا المعنى فقال: الموضع يعني صل في الموضع الذي ترى فيه عينك أدمع وقلبك أرق وأخشع فلزمه. أعطى هذا الجواب. إن كنت ترى الخشوع والراحة والطمأنينة وحضور القلب في المسجد، أنا أقول هذا في غير الجماعة، في غير صلاة الجماعة، فصلي في المسجد. وإن كنت ترى أنك في بيتك ولا يراك أحد أخشع وأدمع وألين لقلبك، تفعل. قد يقول قائل: ألم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم أن أفضل صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة؟ نقول: نعم، هذا هو الأصل. لكن ذكر العلماء قاعدة جميلة جدا تساعد في فقه هذه الآيات والأحاديث والدلالات التي تظهر. فنجد مثلا أن شيخنا الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله دائما يجيب إجابة عندما سئل: هل الأفضل أن نصلي مقابل الكعبة، يعني في الدور الأرضي وهو أقرب إلى الكعبة وهو في ظاهر النصوص الأفضل وهو الصف الأول يعني وأقرب للإمام، أو يصلي في الدور الثاني أو الثالث؟ فقال قاعدة مفيدة جدا، قال: ما يعود على العبادة في ذاتها أولى مما يعود عليها في زمانها أو مكانها. ما هو مراد الصلاة؟ أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. فالشيخ يقول أن الذي يصلي بالدور الأعلى مثلا بالدور الثالث بعيد عن الطائفين، بعيد عن مرور النساء، أخشع لقلبه وأهدأ لنفسه، فهو يعود على الصلاة بالخشوع وهو المراد من الصلاة. بينما عندما المكان وإن قلنا أنه أفضل بالجملة، لكن قد لا يخشع قلبك كما ينبغي، بمعنى أنك قد تكون أقرب إلى الإمام فتكسب بعض الحسنات، لكنك تفقد أجرا كثيرا فيما يتعلق بالخشوع. بينما لو صلى إنسان في مكان آخر، قد يكون صحيح الذي صلى أقرب إلى الإمام أفضل من هذا الوجه، لكن هذا الذي صلى بعيدا ربما تكون صلاته كاملة له، فهو أفضل من الآخر من جهة أخرى. ولهذا جاء رجل للإمام أحمد وقال: يا إمام، هل الأفضل أن أكون قريب من الإمام أو بعيد أو نحو هذا السؤال؟ ومعروف أن قرب الإمام هو الأفضل. قال: أين تجد قلبك؟ أحيانا تجد ترتاح أن تصلي خلف الإمام، وأحيانا قد يكون أن تبتعد في مكان آخر. فالشاهد أن العبادات لابد فيها من حضور القلب ومراعاة هذا الجانب. ولهذا نحتاج إلى عناية في قلوبنا ونتأكد ما هي أعمالنا. ولهذا يتفاوت الناس في عباداتهم، في صلاتهم، في خشوعهم، بسبب حضور قلوبهم وإنابتهم وخشوعهم، وهذا هو لب العبادة. نجد أيضا من الوقفات سبحان الله الذي تلفت النظر، يقول العلماء: أطول قسم في القرآن في سورة الشمس. أطول قسم مثلا والعصر: إن الإنسان لفي خسر، آية، قسم واحد وجاء جواب القسم. لكن هنا في سورة الشمس: والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا غشاها. وتكمل الآيات ثمان آيات، ثم بعد ذلك يقول: قد أفلح من زكاها، جواب القسم. فسبحان الله، نجد أن معطول هذا القسم يعني كثرة الأقسام بالليل والنهار والشمس والقمر
كلها أقسم بها الله جل وعلا، وجواب القسم نهايته ماذا؟ قد أفلح من زكها. التزكية ما هي؟ هي عمل القلب، هي طهارة القلب. إذن تجد أن هؤلاء يعنون بقلوبهم أكثر مع أهمية أركانهم، لكن أكثر من عنايتهم بأركانهم، مع أن إذا اعتنى الإنسان بقلبه خشعت جوارحه، لو خشع هذا لخشعت جوارحه، لأن الإنسان فعلا إذا خشع ما يتحرك في صلاته كما يتحرك بعض الناس، وما يبدأ ربما يحرك ثيابه وغير ذلك، لأن قلبه لا يحس بما كان فيه كما كان السلف رضوان الله تعالى عليهم. إذن أيضا من الوقفات ما يتعلق في هذا الجانب أن الله جل وعلا جعل هؤلاء أئمة، وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. وهذا هو مدار الحديث. قلنا حتى تنجح في أعمالك، في دعوتك، مع مجتمعك، مع بيتك، مع أسرتك، ما هو؟ يقول جعلناهم وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا. هذه نتيجة، المقدمة لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. لذلك لا يمكن أن يحصل الإنسان على النجاح في دعوته، في أسرته، في بيته، في دولته، في مجتمعه، في أمته، إلا بالصبر واليقين. ولذلك قالوا بالصبر واليقين تنال الإمامة بالدين. بالصبر واليقين، يعني لاحظ اليقين في القلب، عمله في القلب. لما قال أصحاب موسى إنا لمدركون، قال كلا كلا إن معي ربي سيهدين. انظروا كيف اليقين. فجعل كونهم أئمة نتيجة. تعالوا نأتي ليصلنا إلى أن نكون أئمة في بيوتنا، مع أزواجنا، مع أهلنا، مع مجتمعنا، مع عوائلنا. وإذا يشكل بعض لماذا لا تؤثر كلماتي في أهلي، تشكل المرأة تقول لماذا لا تؤثر كلماتي في أولادي، لا يطيعونني. وبعض الدعاة يقول لا يستجاب لي. نعم قد تكون هناك أسباب أخرى، لكن أحيانا أسباب ذاتية. من السهل جدا أن نحمل المسؤولية الآخرين، لكن هل حملنا أنفسنا ذلك؟ ومن كذلك أيضا وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا وأوحينا إليهم فعل الخيرات وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وكانوا لنا عابدين. أيضا هذه نتيجة، أيضا هذه الوقفات مع التركيز على العبادة. أيها الأخوة، أنبه إلى نقطة مهمة جدا، إلى التوسط والاعتدال في العبادة. بعض الناس قد يبالغ، وهذا الدين دينه دين الوسطية في كل شيء، حتى في عبادة الله جل وعلا. يقول النبي صلى الله عليه وسلم عليكم من العمل بما تطيقون، فلن يمل الله حتى تملوا. خذوا من العمل ما تطيقون. النبي صلى الله عليه وسلم كان يوصي بالاعتدال حتى في العبادة، حتى في قيام الليل، حتى في الصيام. لما جاء عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنهما وكان شابا متحمسا، قال أما علمت أو بلغني أنك تصوم النهار وتقوم الليل؟ قال بلى. بدأ مع النبي صلى الله عليه وسلم فبين له أن لنفسي حقا ولأهلي علي حق، إلى أن قال فصم ثلاثة أيام وقم بالليل كذا. فبدأ مع النبي صلى الله عليه وسلم إلى أن قال إني أطيق أكثر من ذلك. وبدأ النبي صلى الله عليه وسلم إلى أن قال له صم يوم وأفطر يومين، قال أطيق أكثر من ذلك، قال صم يوما وأفطر يوما، قال أطيق أكثر من ذلك، قال لا أفضل من ذلك، صم يوما وأفطر يوما. وقال له قم ثلث الليل ثم نصفه ثم قم سدسه، قال أطيق أكثر من ذلك، قال لا أفضل من ذلك. هل يوصل داود وصيام داود عليه السلام. لما كبر عبد الله بن عمر بن عمرو وقد أخذ بهذه الوصية أيضا، قال يا ليتني أخذت بوصية النبي صلى الله عليه وسلم أقل من ذلك، لما بدأه من أول الأمر. ولذلك الاعتدال حتى لا يمل الإنسان أو يتعب. صحيح مثل مواسم الخيرات، مواسم رمضان أو العشر الأخيرة أو غيره، هذه مواسم نادرة، لكن نحن نتكلم عن طول الحياة، طول السنة. قد يسأل سائل يقول أليس من المطلوب من الإنسان المجاهدة أن يجاهد نفسه؟ نقول بلى، جاهد نفسك بالعبادات، لكن لا تصل إلى حد الإكراه، لا تكره نفسك بالعبادة. في فرق بين المجاهدة وبين الإكراه، لأن نفسك إذا أكرهتها قد تنفر منك. ولذلك علي رضي الله تعالى عنه نبه يقول الإنسان إذا أقبلت نفسك فخذها بالطاعات، وإذا أدبرت فاقصرها على الواجبات. اقصرها على الواجبات حتى ما تنفلت منك يوم من الأيام، حتى ما تنفر منك، ربما تبدأ تكره أو شيء من ذلك كما يحدث عن بعض الناس. فنقول لا. فأناس كانوا يصومون كثيرا ويصلون كثيرا، الآن ضعفوا لأنهم ما اعتدلوا. فلذلك لابد من الاعتدال والوسطية. مسألة مرت معنا مرارا بس أختم بها، لأن أحدثت أقول أن في أختم بها النقطة وإلا باقي نقاط أخرى. مشكلة
ما هو قضية إذا تعارض هناك، إذا كان هناك نفع متعدي، أو كيف إذا كان هناك تعارض بين المتعدي والقاصر؟ أنا قلت في الأصل إذا رتبت الأمور ليس هناك تعارض، لكن قد تحدث حالات نادرة. يعني أعطي مثال حالات نادرة، قد يأتي شخص ويقول أنا أريد أقوم بالحسبة، الأسواق العامة مليئة بالمنكرات، وأتمنى أريد أعتكف، قد لا أستطيع أجمع بينهما. نقول إن استطعت أن تجمع، مثلا تعتكف الليل وتحتسب بالنهار، أو تعتكف بالنهار وتحتسب بالليل، قال ما أستطيع مثلا، نقول إذا هل هناك أحد يمكن أن يقوم بهذا العمل غيرك؟ يقول لا. نقول هذه حالة استثناء، إذا كان العمل سيتأثر بغيابك عنه فهناك هذا النفع يكون أولى من عبادة مثل الاعتكاف وغيره. ما الدليل على ذلك؟ أن النبي صلى الله عليه وسلم ما ترك الاعتكاف في غزوة بدر، غزوة بدر مسألة مهمة جدا، فترك الاعتكاف. غزوة الفتح، فتح مكة، ترك الاعتكاف صلى الله عليه وسلم. فإذا الأصل هو عدم التعارض كما بينتم إيران، لكن إن حدث شيء من التعارض وهو استثناء يراعى فيه المصالح. أيضا مما يساعد أيها الأخوة تنظيم العبادات. كيف تنظيم العبادات؟ أنا أدركت أناس كبار في السن كان معروف عندهم مثلا رمضان في الحرم يذهبون إلى مكة، معروف عندهم أن قيام الليل لا يتركونه أبدا، فتجد أن معروف في حياته يوم الجمعة لا يعطي موعد قبل الجمعة لصلاة الجمعة، يبكر. يعني لا تترك هذه العبادات خاضعة للظروف، فقد تزاحمها الحياة والأحوال، فنقول اجعلها قضايا أساسية. يعني أن الاعتكاف مثلا عندك أصل، سواء العشر أو بعض أيام العشر، أن قيام الليل عندك أصل، أن قراءة وردك اليومي عندك أصل، فإن حدث استثناء يبقى استثناء ويعود إلى الأصل. هكذا عهدنا علماءنا، لا يتركون. حتى أعرف بعض العلماء الموجودين الآن لا يقوم مثلا من مجلسه الفجر أو العصر حتى يقرأ ورده، بعض كبار العلماء يقرأ ورده باليوم لا يترك أبدا، فيكون هذه أصول ثابتة ضمن برنامج حياتك. يعني مثلا كل واحد معنا عندنا مبرمج إذا كان موظف وقت الوظيفة، إذا كان مدرس وقت التدريس، مبرمج في حياته ما يجعله خاضع للظروف. يعني هل الإنسان عندنا المدرس مثلا والله إذا أراد يذهب للتدريس ذهب، وإلا ما أراد ما يذهب أبدا، إنما يغب قد استثناء لظرف طارئ وبأعذار. فكذلك اجعل العبادات أهم من الوظيفة، اجعلها ثابتة تهون عليك، يصبح أمر سهل عليك. بل حقيقة يحدث أعجب من هذا، لو أن الإنسان نام عن قيام الليل سيقوم وهو حزين. نعم، كما قلنا عن الشيخ محمد المنصور رحمه الله، عندما فقط نقام قبل الفجر بساعة قام حزين وبدأ يسترجع ويحوقل، لأنه تعود يقوم قبل ثلاث ساعات. مثل الأخت التي قالت اتصلت بالشيخ وتركت الوتر ليلة فتأثرت وتقول أنا ارتكبت ذنب عظيم، لأن جعلت هذا جزء من حياتها. المهم أن تنظم العبادات، كما أننا الحمد لله الصلوات الآن منظمة مرتبة، لأن الصلاة ما نفاصل فيها الجماعة. اجعل العبادات كقيام الليل، كالصيام، كغيرها ثابتة في حياتك تهون عليك، ولا تنسى نصيبك من الدنيا. أيضا مما أقول مما أدل على برمجة هذا في الحياة ويتعلق بالمتعدي والقاصر أو الناقض، الإمام مالك إذا أقبل رمضان يترك التحديث يا أخوان، وهو حديث النبي صلى الله عليه وسلم، ينصرف إلى القرآن خلاص، تعالوا في برنامجه. بعض الناس يقول لا الدروس أفضل لأنه متعدي. هذا الإمام مالك إمام أهل المدينة، إمام من أهمة السنة، ومع ذلك يترك حتى التحديث ودروسه في الحديث النبوي وفي المسجد النبوي وينصرف إلى القرآن. فإذا يجعلها الإنسان أساس في حياته وتهون عليه بإذن ذلك. مما أيضا يلفت النظر في قوله تعالى في آخر سورة الأنبياء إن في هذا لبلاغا لقوم عابدين، لما ذكر ما في قصة الأنبياء وما حدث للأنبياء وذكر الآخرة وما فيها، قال إن في هذا نعم لبلاغا لمن؟ لقوم عابدين، هم الذين يدركون. ثم جاء بعدها وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، في سر هنا، لأن الحقيقة أن يكون إنسان رحمة على نفسه، على زوجته، على أولاده، على المسلمين، على طلابه، على الدعاة، يحتاج عزيمة. لأنه يا أخوان الذي يخالط الناس قد لا يصبر على أذاهم، ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم أفضل من الذي لا يخالطهم ولا يصبر على أذاهم. فمخالطة الناس يا أخوتي الكرام تحدث مشكلات. يعني أعطيكم مثال، كم يأتيني من الناس يكون بسبب كلمة طلق زوجته، بل أحيانا بسبب كلمة يقتل إنسان آخر، بسبب كلمة ربما يطرد ابنه من البيت،
ما عنده الطلاب قد يعمل مشكلات مع طلابه بسبب موقف يسير. إذا حتى يكون مثال رحمة يحتاج إلى عبادة، يحتاج إلى إنابة، يحتاج إلى خضوع. ولذلك ذكرت لكم أمثال هؤلاء الأعلام، وعلى رأس النبي صلى الله عليه وسلم إمام وقدوة، ما غضب لنفسي قط صلى الله عليه وسلم. وكم ذكرت مرارا الشيخ عبد العزيز لا يعرف أنه انتصر لنفسه مرة واحدة مع كثرة الأذى الذي ناله. يأتي أذى وسب وشتم وكلام، ومع ذلك أقصى ما يقول سبح سبح، أي وما إن في هذا لبلاغا لقوم عابدين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. حتى تنال هذه الرحمة انظر ما قبلها. ففي ارتباط بين العبادة. لماذا؟ لأن الإنسان لما يعلم أن عمله لله ما يغضب لنفسه، لكن إذا كان عملك لنفسك ستبدأ تغضب، وهناك يسيئون إليك أناس. بل العجيب يحدث العكس، أنك أحياناً تعامل الذي يسيء إليك أحسن من الشخص الذي أحسن إليك. كيف؟ لأن الذي أحسن إليك ليس هناك مشكلة بينك وبينه، لكن الذي أساء إليك تحتاج قهر النفس لتثبت أن عملك إلا فتحسنه، ادفع بالتي هي أحسن. فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم، وما يلقاها إلا الذين صبروا، وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. وكما سمعنا بالأمس ولمن صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور. هنا ميدان الرجولة، ليس الشديد بالسرعة يقول النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب. ولهذا جاء عقب على هذه الآية، إن في هذا لبلاغا لقوم عابدين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. يعني هيئ نفسك حتى تكون رحمة. وليس كما قلت الكلام ليس فقط يتعلق بالدعوة الناس فقط، بل حتى والله على نفسه. بعض الناس عذاب على نفسه. وليش تنشأ الأمراض النفسية؟ هو صراع داخل النفس، فتنشأ الأمراض النفسية. لماذا تنشأ المشكلات البيتية؟ صراع بين الزوج وزوجته، أو بين الأب وأبنائه، أو بين الأم وأبنائها. فيحتاج هذا عبادة قوية تربطه بالله جل وعلا حتى يصبح رحمة في الأرض يقتدى به، يصبح الأمر اللي كالجبال عند غيره من أسهل الأمور عنده. أيضا ما نحتاج إليه في هذا الجانب، يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، تأملت بالدعاء، ونحن في هذه الأيام المباركة في الدعاء، أنفع الدعاء. يقول تأملت بأنفع الدعاء فوجدته بالفاتحة. انظروا كيف تدبر القرآن، إياك نعبد وإياك نستعين. لاحظوا قدم العبادة على الاستعانة. ولهذا قبل قليل قلت لكم إن في هذا لبلاغا لقوم عابدين وما أرسلناك إلا رحمة العالمين، أي هذه العبادة تعينك على أن تكون رحيما. إياك نعبد وإياك نستعين. إذا عبدت الله عبادة حقيقية أعانك بإذن الله على تحمل مهماتك. يقول شيخ الإسلام وجدت هذا أنفع الدعاء في أمور الدين والدنيا. وهذا الذي من قاله؟ وهذا الإمام العالم العظيم رحمه الله. فعلينا بهذا الدعاء، إياك نعبد وإياك نستعين. وهنا أيها الأحبة هذا الموضوع أرى أن يستمر طرحه، ونحن في آخر كلمات، أن يطرح دائما في مجالسنا، في بيوتنا، مع أولادنا، مع طلابنا، مع مجتمعنا. لماذا؟ لأن هذا يعين بإذن الله على الأمر المعروف والنهي عن المنكر والقيام بالحسبة الذي لا يصبر عليه كثير من الناس، وخاصة حتى ندافع عن أمتنا وعن بلادنا. الآن بلادنا مستهدفة. فاليوم بلغني رسالة قبل أن أتيكم في الجوال، كاتب في جريدة الجزيرة اليوم كتب مقال عن طاش مطاش، أنا لم أقرأه بس أعطيكم العنوان، أعجبني العنوان. يقول لفريق، يقول يا فريق طاش مطاش ماذا تركتم لأعدائنا؟ يا فريق طاش مطاش ماذا تركتم لأعدائنا؟ وهذا الشخص الكاتب له مكانة ومنزلة معروف، لا أريد أذكر اسمه هنا، فأتمنى أن يكون إن شاء الله المقال على كما كعنوانه. فعلا ما تركوا لأعدائنا شيء، بدأ يتكلمون في المجتمع ويسبون في المجتمع، وكما يقال في اللغة الأخرى نشر الغسيل أكرمكم الله، وأخطاء ما هي موجودة يكذبون. الآن أنا ذهبت خارج المملكة هذا السنة، ولأول مرة في رمضان فيما أذكر، فقال واحد يسألون الناس يقول هل فعلا مجتمعكم كذا كما يقال في طاش ما طاش؟ إن طاش ما طاش ينقذ المجتمع، فهل فعلا هو كذلك؟ احنا ما ندري عنكم. فأصبح الناس يأخذون عنا صورة سيئة جدا. أردت أن أقول أن هناك هجمة من أعداء الله جل وعلا، نحتاج إلى الإصلاح. الإصلاح غير الصلاح يا أخوان، لأنه مع وجود الصلاح فقط يهلك المجتمع، تهلك الأمة. أنهلك وفينا الصالحون؟ تقول زينب رضي الله عنها قال نعم إذا كثر الخبث. والله قد كثر الخبث، لكن في سورة هود وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون. فحتى نحمي بلادنا وبلاد المسلمين، نحمي أنفسنا من هذا الواقع
الذي رأيناه ويتخطف الناس من حولهم. عندي اليوم أحد الأخوة يحدثني عن العراق، يحدثني عن البصرة، كانت منطقة من أهم مناطق أهل السنة، لم يبقى فيها إلا القليل الآن، ويتعرضون للقتل يوميا، والبقية رأيتهم في صور معها قد أجلوا في الصحاري وفي البيوت الخربة وفي الخيام. هذا العراق الذي كنا نعرفه، كان الناس يذهبون إلى العراق ليتزودوا بالميرة وكان فيه الخيرات، أصبح لا يجدون ما يأكلون. ما السبب في ذلك أيها الأخوة؟ هي المعاصي والآثام وعدم قيام الأمر معروف والنهي عن المنكر. وجود صالحين فقط ما يكفي. أنا هلكوا وفينا الصالحون؟ قال نعم إذا كثر الخبث. لكن يعصم المجتمع، تعصم الأمة بالمصلحين. وما كان ربك ليهلك القرى بظلم، يعني الظلم موجود، الفسوق موجود، وأهلها مصلحون. ما دام أهلها مصلحون فإنهم لا يهلكون، ولو وجد ظلم، ولو وجد يعني فسق، ولو وجد أمثال هؤلاء السفهاء. فحتى نقوم بهذا الواجب يحتاج صبر وإعانة، ما نستطيع إلا بالعبادة الحقيقية، إياك نعبد وإياك نستعين. فإذا نحتاج إلى أن نطرح هذا الموضوع. يقول يا أخوة الكرام، ألا تريدون أن تحموا أنفسكم؟ اليوم سمع أحد الأخوة، اليوم جاءني أحد الأخوة ويقول نحن نحاول أن نساعد إخواننا في فلسطين وفي العراق وفي غيرها. أولا حق واجب لهم، لا منة فيه لأحد. ثانيا لعل الله أن يحمي بلادنا في وقوفنا مع إخواننا. قال ثالثا ولو قدر أن يقع على بعضنا شيء لعل الله يحمي هذا الفرد الذي قام بهذا الواجب، لأن أبدا هذه الصدقات وهذه الخيرات تحمي صاحبها بإذن الله. وقد تقول دليل، أقول لكم دليل. ذهبت إلى الكويت قبل سنتين ولقيت أحد كبار التجار الأثرياء، دعاني إلى بيته وقد توفي قرب رمضان رحمه الله، وقد ذكرت لكم القصة قبل. لكن لما دخلت إلى بيته فإذا الأثاث موجود وغيره، فقلت له سؤال، ماذا فعل فيك صدام؟ ماذا فعل صدام في بيتك لما دخل الكويت؟ وتعرفوا ماذا حدث؟ دمر وأكل وأخذ كل شيء، يعني شيء عجيب جدا من الفساد والعياذ بالله. وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل، والله لا يحب الفساد. فقال رأيت هذا الأثاث اللي أنت جالس عليه؟ قال نعم. قال هو الموجود قبل صدام، يعني قبل غزو الكويت. ما مس بيتي مع أن جيراني كلهم أخذت بيوتهم، بيتي يقول حتى دخلوا وخرجوا ما أخذوا شيء إلا يذكر، يقول حاجة بسيطة ما تذكر، يقول الأثاث ما تغير، البيت ما تغير، ما أخذوا شيء. فهذا اللي أنت جالس عليه الآن هو الموجود قبل أكثر من 10 سنوات. ما السر؟ بحثت عن السر. هذا الرجل يخرج زكاته رحمه الله 10% بدل 2.5. ثانيا يكفل 1500 يتيم، ويشرف على جمعية تكفل 5000 يتيم. صدقاته شيء عجيب جدا، ينفق من لا يخشى الفقر ويزيد ماله. نعم. ويقول لما رجع الناس من الغزو كثير من التجار راحت أموالهم، يقول أنا زاد مالي. نعم، من أسبابها هو هذا الخير. إذن هذه الأعمال الصالحة تحمي الفرد، إن لم تحمي المجتمع تحمي الفرد، بل هي تحمي الفرد وتحمي المجتمع وتحمي الدولة. فلا بد من إشاعة هذا المفهوم وهذا المعنى. وأخيرا أيها الأحبة، اتهم نفسك قبل أولادك، أو أن تتهم أولادك، أو أن تتهم زوجتك، أو تتهم المرأة زوجها، أو تتهم طلابك، أو تتهم المجتمع. من السهل جدا أن نقول هؤلاء مخطئون، هلك الناس. من قال هلك الناس فهو أهلكهم أو أهلكهم. المفروض إذا حدث شيء في بيوتنا أحبة الكرام نتهم أنفسنا. وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير، يقين. لكن مع كل أسف غالبا نغفل. من السهل نحمل المسؤولية على الآخرين لكن لا نحمل أنفسنا ذلك. فهذا مما يساعد بإذن الله على تحقيق هذا الأمر. وأخيرا، إنما يتقبل الله من المتقين. قال أحد السلف لو علمت أن الله تقبل مني سجدة لتمنيت الموت. قيل لماذا؟ قال إنما يتقبل الله من المتقين. فإذا نقول لاحظ التركيز، إنما يتقبل الله من المتقين، جعل الله ويكمل المتقين. فلنحرص على تحقيق التقوى، على تحقيق الصلاح حتى يتم الإصلاح وتكون القلوب أوابة. أسأل الله جل وعلا أن ينفعنا وإياكم بما سمعنا في هذه الليلة المباركة، ليلة 27 من شهر رمضان، والتي هي من الليالي العظيمة في العشر الكريمة. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يحث أصحابه على الاجتهاد فيها مع بقية أيام العشر، ولكن يحث عليها بصفة خاصة. ولذلك هي من الليالي التي يرجى أن تكون ليلة القدر فيها.
ولهذا سيكون حديثي هذا اليوم عن القلب وما يتبع ذلك وما ينبعث منه من أعمال، وبالذات العفو والصفح. القلب أيها الأخوة قسيم لظاهر الأعمال للبدن، الإنسان كل إنسان له ظاهر وباطن، والمؤمن هو الذي يصدق بقلبه ويؤمن بقلبه ويعمل بجوارحه، ولذلك يقال الإيمان هو تصديق القلب وتصديق وعمل الجوارح، يعني بما فيها اللسان، أو تصديق بالجنان وقول باللسان وعمل بالأركان. والمنافقون أعاذنا الله وإياكم من أحوالهم، يشهدون أن لا إله إلا الله، ويصومون ويصلون ويشاركون في الغزوات، ومع ذلك في الدرك الأسفل من النار، مع أن بعضهم قد يعمل من الأعمال ما لا يعمله بعض الصالحين، أي في ظاهر الأعمال. ما السر في ذلك؟ أنهم لم يصدقوا في قلوبهم، أنهم قد كفروا بقلوبهم. ولهذا فعمل القلب أيها الأخوة قد غفل عنه كثير من الناس وتساهلوا فيه، يعنون بعمل الجوارح مع أن هذا مهم عمل الجوارح، ولكن لا يقارن أبدا بعمل القلب. ثم عمل الجوارح لو أخطأ أحد منا في صلاته مثلا كإمام ينبهه المأمومون، لو حتى لم يكن إماما ورآه بعض الجماعة يخطئ في عمل من الأعمال جاءوا ونبهوه، لكن عمل القلب من يقدر على أن ينبهه؟ لا يعلم ما في ذلك إلا الله جل وعلا. بل لا يجوز لأحد أن يتدخل في قلب أحد حتى ولو ظن هذا الظن إلا بقرينة أو دليل. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم لأسامة في قصة الرجل، وهي قصة عجيبة، الذي أثخن في المسلمين قتلا فلحقه أسامة رضي الله عنه، فلما رفع السيف عليه وكان كافر وأثخن في المسلمين أي قتل من قتل، قال لا إله إلا الله، فضربه أسامة رضي الله عنه وقتله. فجاء يخبر النبي صلى الله عليه وسلم فقال أقتلته وقال لا إله إلا الله؟ قال يا رسول الله إنه قالها معنى تقية، يعني ليتقي السيف، أي قال هل لا شققت عن قلبه؟ فماذا تعمل إذا جاءت يوم القيامة إذا جاءت لا إله إلا الله؟ فما زال يكررها حتى قال أسامة وهو حب رسول الله صلى الله عليه وسلم وابن حبه، يقول تمنى أنه ما أسلم إلا هذا اليوم، أي حتى ما يكون قتل ذلك الرجل، مع أن القرائن الظاهرة تدل فعلا أثخن في المسلمين وهو من جيش الكفار وهرب، بس لما رأى السيف قال لا إله إلا الله، ظاهر الأمور أنه كأنه قال خوفا من القتال أو من القتل، لكن هذا ليس لنا، ماذا تعمل بلا إله إلا الله وقاية؟ إذن الأعمال القلوب هي التي عليها مدار الإيمان. ولا يعني لما نقول مدار الإيمان أن أعمال الجوارح لا اعتبار لها، لا، هذا قول المرجئة، هم الذين يقولون التصديق الإيمان هو التصديق فقط، لا، نقول تصديق وعمل بالجوارح، لكن عمل الجوارح لا يتقارن التقصير فيها كما لو حدث التقصير في عمل القلب. ولهذا هناك آيات في قوله تعالى في القرآن أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور. هذه الآية أيها الأخوة التي سنسمعها بإذن الله هذه الليلة تهز هزا، لأن الله جل وعلا أعطى قلبك حصانة ما حد يتدخل فيه ولا يعلم أحد ما فيه إلا أنت وقبل ذلك الله جل وعلا، لكن يوم القيامة يختلف الأمر. أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور إن ربهم بهم يومئذ لخبير. وإن خفي ما في قلبك على الناس لكنه لا يخفى على الله جل وعلا. ويقول أيضا سبحانه وتعالى إنه على رجعه لقادر يوم تبلى السرائر. الآن تجد الناس في مسجد أو في مجتمع أو في مكان أشكالهم متشابهة وقد يكون لباسهم متقارب، لكن الله أعلم بما في قلوبهم، قد يكون هناك عندهم من الإيمان والصدق والخلوص القلب ما لو وزن بإيمان آلاف من الناس لوزنه، هناك من هو أخواء والعياذ بالله، هناك من هو القلب النقي الطاهر، أسأل الله جل وعلا يجعل قلوبنا نقية طاهرة، وهناك القلب المليء بالغل والحقد والحسد وإلى غير ذلك من الأمراض. يا أخوة الكرام لو مررنا بالطريق على رجل في عدة أمراض تأثرنا ورحمناه والله ومحل الرحمة،
مع أنه في هذه الأمراض إذا صبر واحتسب له أجر عظيم. أن لو رأيت إنسان مقعد مشلول أو ذهب جزء من بدن أو غير ذلك من العاهات التي ترونها أحيانا تكون ظاهرة تحزن وتؤلم وما تملك إلا أن تدعو لهذا الرجل، لكن مع ذلك أمراض القلوب أشد. أمراض القلوب التي تعصف في قلوب كثير من الناس الحقيقة نحتاج إلى عود. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله. هذه المضغة البسيطة التي لا تحتمل ولا ريح يسير جدا فيها عجائب، ولذلك هي قد تكون أفضل ما في الإنسان وقد تكون أسوأ. هي الملك الذي يوجه الإنسان. ما الذي يوجه الإنسان؟ هو قلبه وعقله. ولذلك يذكر أن ملك من الملوك دعا رجلا عاقلا وذبح ذبيحة وقال: أعطني أطيب ما فيها. فذهب وجاء بالذبيحة وجاء بالقلب، فأعطاه ذبيحة أخرى قال: أعطني أخبث ما فيها. فجاءه بالقلب، قال: كيف؟ قال: طبعا البهيمة غير مكلفة لكن هو مثال، قال: إنه إذا صلح الإنسان فأطهر ما فيه وأطيب ما فيه قلبه، وإذا فسد هذا القلب فأفسد ما فيه وأسوأ ما فيه قلبه. فنحتاج أيها الأخوة وبخاصة هذه الليلة المباركة أقول عودة إلى قلوبنا. والقرآن جاءت فيه من الآيات والله يا أخوان الشيء العجيب عن الحديث عن القلب. وأذكر أن لأخينا الشيخ سيد ساداتي كتاب عن القلب في القرآن الكريم، فأنصح بالرجوع إليه. وقد شهد الأطباء وتحدث عن ذلك كثيرا الدكتور خالد الجبير حفظه الله عن القلوب، لأنه طبيب القلوب بشرية، وأكرمه الله بأنه أصبح طبيبا أيضا القلوب المعنوية، فجمع بين الطبين، الطب البشري نعم، وجمع أيضا وهكذا نحسبه بالطب المعنوي والإيماني. فكثيرا ما يذكر في قصة قلوب وهو يجري العمليات واختلاف الناس في ذلك، ومرد ذلك يرجع إلى طهارة هذا القلب وسلامة هذا القلب. فلذلك نحتاج، وبهذه الليلة أدعو دعوة صادقة، أدعو نفسي وإخواني أن نعود إلى قلوبنا. ما جئنا لهذا المسجد في هذه الليلة إلا كل منا تأكد وتفقد ملابسه، ولو رجع الآن إلى بيته واكتشف أن في ثوبه شيء يسير لحزن وربما عتب على أهله، قد يقول: أنا ما رأيته، قد يكون في خلفه ما رأى، لماذا لم تخبروني؟ وهو أمر يسير وحق له ذلك من أجل أن يكون، إن الله جميل يحب الجمال، لكن أطيب من ذلك أن نعود إلى قلوبنا، أن ننظف قلوبنا، وخاصة هذه الليلة. لماذا أقول هذه الليلة؟ الله سبحانه وتعالى أيها الأحبة في قصة إبراهيم فبين: يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. جواز المرور القلب السليم، جواز المرور إلى الجنة، الله أسأل الله يعني لكم أهل الجنة، هو هذا القلب السليم. أنت ما تستطيع الآن تخرج من بلد إلى بلد إلا بجواز. فما هو جواز المرور إلى الجنة؟ يوم لا ينفع مال ولا بنون ولا ملك ولا غيره، ما الذي ينفع؟ قلب سليم، إلا من أتى الله بقلب سليم. ولذلك أثنى الله على إبراهيم عليه السلام، وكلا الآيتين في قصة إبراهيم قال: إذ جاء ربه بقلب سليم. وقد اختبره الله جل وعلا في مواطن عدة، ومن أخصها ما سمعنا قبل يومين في قصة ابنه، فلما أسلم أي استسلم هو إسماعيل عليه السلام وتله للجبين. تصوروا رجل يا أخوان، إبراهيم عليه السلام جلس ينتظر الولد 120 سنة وهو عقل، وقيل 150 سنة، ثم لما رزق هذا الولد وبلغ معه السعي أحسن ما يكون الولد ينتظره أبوه، يؤمر بذبحه ويذبحه هو، ما يقال دع أحد يذبحه. تصوروا كيف. ومع ذلك إبراهيم عليه السلام استسلم، فلما أسلم كلاهما افعل ما تؤمر، يقول إسماعيل عليه السلام أيضا، هذا سلامة قلب إسماعيل عليه السلام، وتله للجبين. فلما أسلم وتله للجبين نجح الامتحان، فما عاد حاجة إلى قتله ولا إلى ذبحه، وحدث له ما حدث من الكرامات العظيمة. اختبره الله في مواطن، نحن الله جل وعلا يختبرنا ليعلم عن صفاء قلوبنا. هذه الليلة أنا أدعو نفسي وأدعو أخواني إلى مراجعة القلب بكل جوانب، وبذات في باب العفو. لماذا؟ تقول عائشة رضي الله عنها: يا رسول الله، أرأيت إن علمت ليلة القدر أي ليلة هي فماذا أقول؟ قال: قولي: اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. ولهذا من أرجى الدعاء في ليلة القدر وغيرها من الليالي، لأنه ما دام في ليلة القدر من أرجى الدعاء وأفضل الدعاء، باب أولى أن في غيرها كذلك، أن تقول: اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني.
وكلنا عفى الله عنا محملون بالأوزار والذنوب والخطايا، نحتاج إلى عفو. لكن المثل يا أخوان الذي أقول لكم لما دعوت هذه الليلة ونحن نرفع أيدينا إلى الله جل وعلا نطلب من العفو، أو نحن في سجودنا نطلب من العفو، والله جل وعلا يطلب منا أن نعفو عن إخواننا، فهل فعلنا؟ هل يليق أن يطلب الله جل وعلا منا أن نعفو ونصفح عمن ظلمنا بينما نحن يقول يا رب اعف عنا؟ ألا يخشى الإنسان أن يقال له وهو في سجوده إن لم يعفو عن إخوانه؟ لا أجيب، لأنك لم تستجب لله جل وعلا. ولذلك يقول الله جل وعلا وإن تعفوا أقرب للتقوى، ويقول وليعفوا وليصفحوا. ألا تحبون أن يغفر الله لكم؟ أنتم الآن وكلنا ألا نحب أن يغفر الله لنا؟ طيب، كأن المقدمات شروط العفو العفو والصفح، وليعفوا وليصفحوا. ألا تحبون أن يغفر الله لكم؟ يعني كأنكم إذا لم تعفوا ولم تصفحوا عن إخوانكم وعن من آذاكم فإنه لا يعفى عنكم. بمن نزلت هذه القصة أو هذه الآية؟ نزلت في صديق هذه الأمة، وقصة عجيبة كما تعلمون في حادث الإفك، لما أن أحد الصحابة كان ينفق عليه أبو بكر وهو من أقاربه، فوقع في عرض عائشة مع المنافقين. أقام النبي صلى الله عليه وسلم الحد، فلما أقام عليه الحد قال أبو بكر، وقع في عرض الطاهرة المطهرة وبرأها الله من فوق سبع سماوات وزوجة النبي صلى الله عليه وسلم، عفى الله عنه، أقيم عليه الحد فهو طهرة له. قال أبو بكر والله لا أنفق عليه، ما أنفق عليه، كيف أنفق عليه وقد اتهم ابنتي، اتهم أم المؤمنين. فينزل الآية، سبحان الله، لهذا الرجل الصحابي الجليل، لأنه وقع في خطأ وكفر عنه. ولا يأكل أولو الفضل منكم السعة، يعني لا يحلف لا يقسم أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله. لا يا أبا بكر لا تحلف، وليعفوا وليصفحوا. يا أبو بكر اعف واصفح، ألا تحبون أن يغفر الله لكم؟ قال أبو بكر بلى والله أحب أن يغفر الله لي. إذن اعف واصفح. فعفى وصفح وأعاد النفق عليه. قارنوا وحاشاكم من ذلك ما يقع من أخطاء من بعض إخواننا، هل تقارن بقصة اتهام عائشة الطاهرة المطهرة؟ ومع ذلك بعض الناس يقول ما عندي استعداد أصفح، ما عندي استعداد أعفو، قد لا يقولها بلسانه لكن يقولها بقلبه. فلذلك نحتاج في هذه الليلة إلى العفو والصفح عن من؟ عن أنفسنا أولا، العفو والصفح عن زوجاتنا والزوجة عن زوجها، فالتقصير حاصل من الطرفين مهما حاول أن يجتهد الإنسان أن يعفو الإنسان عن أولاده. واشمل العفو حتى يصل إلى عموم المسلمين، الأقرب فالأقرب، من جيرانك، لأنه قد يحدث من جيرانك ماذا يحدث، من أقاربك، من عائلتك، من الذين يخالطونك. فإذا عفوت وصفحت فأبشر بفضل الله جل وعلا، لأن الله اختبرك ونجحت في الاختبار، فهو كريم سبحانه وتعالى، وقد وعد أن من عفى وصفح أنه سيعفو عنه. وليعفوا وليصفحوا، ألا تحبون أن يغفر الله لكم؟ والعفو والصفح ليس فقط باللسان وليس فقط في القلب، بل يتبعه العمل، أي كأن لم يكن شيء بينك وبينه، تعود الأمور إلى مجاريها، تعود الحياة كما كانت قبل الخطأ الذي وقع، وإلا ما تم العفو. لأن البعض قد يقول أنا عفوت بلساني أو عفوت بقلبي، لا، نحن نريد أكبر من ذلك وأبعد من ذلك. ولذلك وقع بين الحسن والحسين ما يقع بين الأخوين، وهما سيدا شباب أهل الجنة، فبعد فترة يسيرة جدا جاء الحسن إلى الحسين، الحسن أكبر رضي الله تعالى عنه، فطرق الباب ودخل على الحسين وقال تعلم ما صار بيني وبينك فأرجو أن تسمح. قال أنا قد سمحت من قبل، لكن تعلم لماذا ما جئتك؟ قال لا، قال والله ما أردت أن أسبق في الفضل، لأنك أفضل مني وأكبر مني، ما أريد أسبق في الفضل، وإلا أنا كان يقول على أعصابي، لكن ما أردت أسبق لأني أعرف أنك ستأتي، أريد الأجر كلك، وخيرهما من يبدأ بالسلام. انظروا كيف الإيثار، انظروا كيف التسابق إلى العفو. فيقع أحيانا أبو بكر وعمر رضي الله عنهما أفضل هذه الأمة، وقع بينهما ما وقع عند النبي صلى الله عليه وسلم، قال ما أردت إلا خلافي، قال والله ما أردت خلافك، لكن ما هي إلا لحظات وقد انتهى، لحظات وينتهي، لأننا بشر. ثم لبشريتنا قد يقع الغيظ، يقع القذف، لكن من يخدم الغيظ؟ سارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض، أعدت للمتقين، شيء عجيب جدا هذه الجنات، لمن؟ الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ، ما قال الذين ما يغضبون، الغضب ما تملك أحيانا، لكن الكاظمين الغيظ، والعافين عن الناس، تكظم الغيظ أولا وتعفو عن الناس ثانيا، والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس، والله يحب المحسنين. ولذلك يقال، وسبقا ذكرت لكم هذه القصة، أن امرأة عند أحد الخلفاء أو أحد الولاة جاءت بمرق، فيعني مولات له،
فسقط وهو حار عليه فطبع ثيابه، وتعرف أمير أو خليفة الأمر صعب، فرأت الغضب في وجهه على طول مباشرة، قالت له: والكاظم من الغيظ. فهدأ فطمعت فيه، قالت: والعافين عن الناس. قال: قد عفوت عنك، يعني واخلص. قالت: والله يحب المحسنين. قال: اذهبي فأنت حرة لوجه الله. فصارت بركة هذه المرقة هذه. انظروا كيف، لكن من هذا؟ هذا إذا سمع كلام الله استجاب، لكن بعض الناس يسمع كلام الله ولا يستجيب، ويأتي الشيطان ويبرر له: هو الذي فعل، هو الذي أخطأ. وأذكر قلت لكم القصة التي قبل سنتين لما تحدثت عن هذا الموضوع في هذه الليلة، لحقني أحد الأخوة هنا وقال: هذا الكلام الذي تقول يتعلق بالرقاب، يعني مثلا قتل يقصده، قتل تعمد عمد. قلت: نعم، إذا أجل يكون فقط بالكلمة والضربة، هو كل ما كان أعظم كان أعظم. قال: طيب، بس القتلة كانت شرسة، يعني يبدو أنها فيها تمثيل، وأنا شاهدت بعض القصص مؤسفة، ما يكتفون بالقتل، يكتفون بالتمثيل في القتيل، وهذا يزعج أهله أكثر. قلت له: هذا أعظم الأجر. قال: اعتبر الموضوع انتهى. فما خرج من المسجد فيما فهمت إلا وقد عفا، فقط أراد أن يخبر. وحدثت في تلك الليلة والله قصص كثيرة جدا، فسررت لهذا الحمد لله، وهذا هو الظن بكم وبأمثالكم، وإلا يكون هذا الكلام حجة علينا ونعوذ بالله من ذلك. ولهذا يقول الله جل وعلا لما ذكر: وجزاء سيئة سيئة مثلها، ختمها بقوله: ولمن صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور. اللي يصفون بالعزيمة هو اللي يصبر ويغفر. ويقول الله جل وعلا: ادفع بالتي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميد. وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. يعني من صفات الرجال، وكلنا نتمنى هذه الصفات، هم الذين يعفون ويصفحون ويغفرون ويتجاوزون مهما فعل الآخر. ثم يا أخوة الكرام، جاءتنا رسالة قبل أيام وقرأتها، يعني جميلة: عامل الناس بأخلاقك لا بأخلاقهم. افرض أن صاحبك أخلاقه سيئة، جدلا عامل بأخلاقك أنت، لأن الإنسان الذي يريد يعامل الناس بأخلاق الناس يصبح مزيج من الأخلاق، هذا طيب تعامله طيب، هذا سيء تعامله سيء. كيف تصبح أخلاق الإنسان؟ أعوذ بالله، مزيج من الأخلاق المختلطة. لكن لا، اجعل أخلاقك كأخلاق محمد صلى الله عليه وسلم مضطردة، مهما أسيء إليه ما يتغير هو. فعامل الناس بأخلاقك أنت لا بأخلاقهم، لأنك لو عاملت الناس بأخلاقهم أخلاقهم تتغير وتتبدل، منهم الطيب والخبيث والسيء والكريم، فيصبح الإنسان مزيج من الأخلاق المتناقضة. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: وخالق الناس، ما قال بأخلاقهم، وخالق الناس بخلق حسن، يعني دعهم الطرد، ما يتغير مهما تغير الناس. فهذا الذي يطلب منا. ولهذا أيضا يقول الله جل وعلا في، أختم بهاتين النقطتين لأن الوقت انتهى، كما قلت أمس، قلت لكم القسم أطول قسم في القرآن في سورة الشمس. لحقني أحد الأخوة وقال: عددتها وجدت أقسم الله بأحد عشر قسم، يعني قسم في سورة والشمس وضحاها والقمر يتلاها، 11 قسم، وبعد 11 قسم قال الله: قد أفلح من زكاها. تصوروا، سبحان معناه ولا يقسم يا أخوان إلا لأمر عظيم، ما يمكن يكون القسم إلا لأمر عظيم جدا، لو كان قسم بشيء واحد فهو أمر عظيم، فكيف 11 مرة يتكرر القسم؟ الشمس وضحاها والقمر يتلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا أغشاها، وتقرأ 11 مرة ثم يأتي الجواب، ما هو يا رب هذا الذي تقسم؟ هذا الأقسام: قد أفلح من زكاها. هذا اليوم هو امتحان لنا جميعا، من يزكي نفسه؟ من يطهر قلبه من الغل، من الحسد، من الحق؟ من يبث العفو على الناس كما أنكم تبثون الطيبة في المناسبات وفي الأعياد؟ من يأتي اليوم هذه الليلة إلى صلاة الليل وقلبه أطيب، أطيب من لباس عيده الذي جهزه للباس العيد؟ هل ترون الناس في العيد إلا قد أحسنوا ملابسهم؟ تجدهم قد تنظفوا، تطيبوا، لبسوا أحسن ما لديهم، حتى الأطفال. هذا اليوم يوم العيد فعلا لهذه المغفرة، أن تأتي قلوبنا طيبة خيرة نظيفة، لعل الله وهو مطلع عليها أن يعفو عنا. ولذلك أيها الأخوة، هذه النقطة الأخيرة من ثمرات الصفح والعفو وسلامة القلب، إجابة الدعاء: ألا تحبون أن يغفر الله لكم؟ أيضا الحياة الهنية، الحياة الهنية. الآن يا أخوة الكرام، مثال: لو واحد منا أصابه أي غصة تعب في حلقه ولا في أنفه ولا في رأسه ولا في معدته، فكذلك القلب إذا خلصته من هذه الأدغال ومن هذه الأغلال وهذه الأوصار، والله أبشر عاجلا غير آجل بسلامة الحياة وسلامة وهناءتها
وتجد البساطة لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم وتحصل على الجائزة الكبرى إلا من أتى الله بقلب سليم، حتى لعل الله أن يعفو عنا، ولعل الله إذا رفعنا أيدينا في هذه الليلة وغيرها وقلنا يا رب اعف عنا إنك عفو تحب العفو عنا، وعلم أننا قد عفونا عن كل من ظلمنا يقول قد عفوت عنكم. أسأل الله أن يعفو عنا وعن والدينا وعن إخواننا المسلمين. إخوتي الكرام، أشيع العفو الآن ابتداء في بيوتكم. إذا أحد بينه وبين زوجته شيء يعفو، إذا بينه وبين أولاده شيء يعفو، إذا كان بينه وبين أحد من جيرانه يعفو، إذا أحد بينه وبين زملائه يعفو، حتى فعلا والله سيجد لذتها عاجلا غير عاجل. وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.